تزخر ولاية صعيدة بمعالم أثرية، تعتبر الساعة الشمسية الموجودة وسط مدينة صعيدة من أكبر وأقدم الساعات الشمسية على مستوى القارة الإفريقية. معلم تاريخي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، أين شيدت تحت إشراف النقيب الفلكي كرافت هام كي العام 1935. نحن أمام معلم تاريخي متمثل في الساعة الشمسية كادران سولي، متواجد في قلب مدينة صعيدة، تم إنجازها من قبل العالم الفلكي كرافت راهامبل بموافقة من عمدة مدينة صعيدة آنذاك، وتم إعادة ترميمها سنة 13 أفريل 2019 من قبل فريق جامعة الجزائر لترميم وحفظ الآثار. تتربع هذه التحفة الأثرية على مساحة 9 أمتار، ومن بين ما تتضمن في أوجهها الأربعة معلومات علمية، من ضمنها بعد الأرض عن الشمس كما تمثل أداة توقيت نهاري. هذه الواجهة الرئيسية والأمامية للساعة فيها يظهر فيها هنايا كل أعضاء المساهمين على هذا الإنجاز، من بينهم الكابتن هيلم هاكر الذي أنجزها بالحسابات تاعه الدقيقة لأنه كونه عالم فلكي، وبموافقة مع رأي عمدة المدينة آنذاك اللي هو الدكتور رام. هاد لي غرادياسيون هما اللي أنديكو لك مؤشرات تاع الساعات، عندنا تبدا من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساء. وهذا المثلث اللي راه تشوف فيه خارج هو اللي يعطيك الظل. هذا المثلث يسموه الشاخص او الستيل باللغه الفرنسيه، هو اللي يعكس انعكاس الشمس على الخطوط، خطوط الساعات، وبها نعرف وقت الساعه. يرجع تاريخ هذا النوع من الساعات الى 3500 سنه قبل الميلاد، وهي أول ما اخترعه الإنسان لمعرفة الوقت، وقد استخدمها المسلمون سابقاً لتحديد مواقيت الصلاة.